ولهذا يجب أن نعلم أن ترك المعاصي والبعد عن الذنوب واجتناب الآثام كل ذلك يا معاشر العباد من خصال الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، دالاً بذلك عليه الصلاة والسلام على أن المعاصي تنقص الإيمان وتضعف الدين. فمن أراد حفاظ إيمانه ورعاية دينه فليتجنب في هذه الحياة جميع الأعمال المشينة والخصال الذميمة التي تسخط الله تبارك وتعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.